السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع ثالث دروس الوحدة الرابعة بعنوان لتر دين لتري أو خطاب من أمية أو غير متعلمة. ودرسنا النهاردة مختص بالجرامير، وبناخد فيه أكثر من نقطة. النقطة الأولانية بنتكلم فيها عن لا نيجاسيون بار نو ني ني، يعني النفي بصيغة نو ني ني لنفي أكثر من شيء. نشوف إيه هي الأشياء اللي ممكن ننفيها أو اللي نستخدم فيها صيغة النفي ديت، أو بتستخدم في إيه. تاني نقطة بنتكلم فيها عن لي بريبوزيسيون دي مويان دو ترانسبور، وسائل المواصلات، ويا ترى إيه هي حروف الجر اللي بتسبقها. بنتكلم بعد كده عن لي بيي اي لي موني، بعض الدول والعملات بتاعتها. بعد كده بنتكلم عن فيرب ألي واستخداماته المتنوعة. بعد كده بنتكلم عن فيرب فير بلس الانفينيتيف، ولما بيجي فيرب فير وراء المصدر بيكون معناه ايه. اول نقطة هي لا نيجاسيون بار نو ني ني، النفي ب نو ني ني، سي بور ني بلس دان اوبجي، لنفي اكتر من مفعول. المفعول دوت ممكن يكون ايه، ممكن يكون ان نو اسم، ممكن يكون ان ادجكتيف صفة، ممكن يكون ان فيرب الانفينيتيف فعل في المصدر. يبقى إذن هنا نفي بالصيغة ديت بيكون لنفي أكتر من مفعول، سواء كان هذا المفعول اسم أو صفة أو فعل في المصدر. مثلا plus than no أكتر من اسم، بنعمل إيه؟ بيقول لنا ملحوظة إن only fas les articles indefinis et les articles partitifs et و اي، يعني بنحذف لما نيجي ننفي بنحذف أدوات النكرة، وبنحذف أدوات التجزئة، وبنحذف الأدوات الربط اللي هي زي أو أو و إي معنى و. بيقول لنا كمان إن مي أوني فاس با ليز أرتيكل ديفيني، ولكن أنا لا نحذف أدوات المعرفة. يبقى بنحذف في حالة النفي أدوات النكرة وأدوات التجزئة وأدوات الربط زي أو بمعنى أو أو إي اللي هي معنى و، ولكن أنا لا نحذف أدوات المعرفة. مثال على الكلام ده، تي يعني ستيلو، يعني كيي، معاك قلم وكراسة. فالرد بيكون عشان ننفي المفعولين دولت، جوني ني سيلو ني كايي، انا لا معايا لا قلم ولا كراسة. مثال اخر، اليم لو فوت او لو توني، يعني هو بيحب كرة القدم ولا التنس. يبقى النفي بتاعها يكون ازاي، النيم ني لو فوت ني لو توني، يعني هو لا بيحب لا كرة القدم ولا التنس. المثال الثالث، مانجتي دي فروماج او دو لا سالاد، يا ترى انت هتاكل جبنه ولا سلطه؟ هتبقى جو نو مانج ني فروماج ني سالاد. لاحظنا هنا ان ادوات التجزئه وادوات النكره الاثنين بيحذفوا، ولكن في حاله لما قلنا ادوات معرفه زي لو فوت اي لو توني، لاحظنا ان ادوات المعرفه لا تحذف. قلنا في المثال الثاني، جو نيم ني لو فوت ني لو توني، ادوات المعرفه ظلت كما هي، لكن في حاله ادوات النكره اللي هي ا و ا حذفت من امام الكلمه بتاعتها. كذلك ادوات التجزئه اللي هي دي فرماج و دو لا سالاد، لاحظ ان هي حذفت عند ان. بنتابع معا النفي ب نو ني ني، بيقولنا ممكن ننفي كمان بلوس دان ادجكتيف، اكتر من صفه. ازاي؟ مثال، إلي سبورتيف إي جونتي، هل هو فعلا رياضي وجونتي وذوق؟ فهنقول لما نيجي ننفيها إلني ني سبورتيف ني جونتي، هو لا رياضي ولا ذوق. برضو ممكن ننفي في حالة تالتة، قلنا ممكن ننفي بلوس دان فيرب الانفينيتيف، الانفينيتيف أكتر من فعل في المصدر. على سبيل المثال لما نقول سو بيبي سي بارلي أو مارشي، البيبي دوت بيعرف يتكلم ولا بيعرف يمشي؟ هنقول سو بيبي نو سي ني بارلي ني مارشي، سو بيبي نو سي ني بارلي ني مارشي، هذا الطفل او هذا البيبي لا يعرف لا الكلام ولا المشي. يبقى هنا كده ممكن ننفي بيها اكتر من فعل في المصدر. يبقى اذا هنا النفي بي نو ني ني بيستخدم في ثلاث حالات، اما نفي اسم، اما نفي صفه، واما نفي فعل في المصدر. بعد كده بنتكلم عن النقطة التانية اللي هي لي بروبوزيسيون دي مويان دو ترانسبور، يعني الحروف الجر المصاحبة لوسائل المواصلات. زي ما بنقول مثلا اون بار ا اليكس اون ترا،
يعني احنا هنغادر الى الاسكندرية في القطار، يبقى اذا القطار بنجيب قبله اداة الايه او حرف الجر اون، اون ترا يعني في القطار. ميون دي، ولكن بنقول الفوكير بارلو ترا، هما ذهبوا الى القاهرة بالقطار. يبقى اذا هنا لما نقول القطار لما تسبقه اداة معرفة اللي هي لو، بيسبق في هذه الحالة حرف الجر بار، لكن في العادة لو هو نكرة فبيسبقه حرف الجر اون. يورن اتونسيون، لاحظ جيدا، خلي بالك في نقطة مهمة، ان احنا دايما بنقول اون دي بار افيون و بار باتون، ما بنقولش بار لافيون، بنقول بار افيون على طول، وكذلك باتون يبقى اذا الطائرة والمركب دايما بيجي قبلهم بار، وبيجوا في حالة النكرة ما بيجيش قدامهم اي اداة معرفة. نقطة تانية بيقول لنا ان اون دي الفالي كول افيلو، ذهب الى المدرسة بالعجلة او واسطة الدراجة، في هذه الحالة بيسبق الفيلو هنا حرف الجر اللي هو الا. ليبي ليموني، دي النقطة اللي بعد كده، ونتكلم فيها عن بعض الدول والعملات المستخدمة فيها. زي ما نقول مثلا ليزي تازوني، الولايات المتحدة بيستخدم فيها ايه؟ لو دولار، الدولار. ليجيبتا، مصر بيستخدم فيها لا ليفر ايجيبسيان، الجنيه المصري. لانجلتير، انجلترا بيستخدم فيها لا ليفر ستيرلينج، الجنيه الاسترليني. لو جابون، اليابان بيستخدم فيها عملة لو ين، الين. ليزند، الهند بيستخدم فيها لا روبي، الروبية. لا روسي، روسيا بيستخدم فيها لو روبل، الروبل الروسي. لوروب، اوروبا كلها، زي على سبيل المثال لا فرانس، فرنسا. ايطالي، ايطاليا. المانيا، المانيا، وهكذا كل دول اوروبا بيستخدموا ايه؟ لورو. وبالمناسبه لو خدنا بالنا في العمله المعدنيه او العمله الورقيه بنلاحظ ان في نجوم حوالين الرقم اللي مكتوب، النجوم دي لو عدناها هنلاقيها 12 دوله او 13 دوله، هم دول عدد الدول الاتحاد الاوروبي. بعد كده بناخد استخدامات فيرب اللي، واول استخدام لي بنقول بور اكسبريمي لا سونتي ايل فيان افيك لي زاد فيرب بيان ميو مال، يعني بيستخدم للتعبير عن الحاله الصحيه وعن الصحه، وبيجي دايما مع ظروف، مع الظروف اللي هي بيان وميو ومال. على سبيل المثال لما نقول كومون فاتي، كيف حالك، يبقى الرد بيكون اما جو في بيان، انا كويس، جو في ميو، انا احسن، جو في مال، انا مش كويس او صحتي مش كويسه. يبقى للتعبير عن الصحه، وبيكون الرد باحد الوسائل الثلاثه، اما جو في بيان او جو في ميو او جو في مال مع الادفيرب دي كلها. يبقى فيرب اللي هو في بيجي مع الظروف للتعبير عن الحاله الصحيه. ده اول استخدام لفيرب اللي. الاستخدام الثاني بيقول بور اكسبريمي لو موفمون اي اون سو كا الي سويفي دان نون دو بلاس، يعني بيستخدم للتعبير عن الحركة، وفي هذه الحالة بيجي دايما وراء اسم مكان. زي ما نقول مثلا او فاتي، رايح فين، جو فيزو كلوب، انا رايح النادي، وهكذا. ثالث استخدام لفيرب اللي لو بور اكسبريمي لا كونفونونس دي فيتمون، بيستخدم على موائمة الملابس، يعني ايه ده لايق على ده. زي ما نقول مثلا سير جوب تو فا بيان، يعني هذه الجيبة بتلائمك او مناسبة ليك او لايقة عليك اوي، يعني بمعنى اصح سير جوب تو فا بيان. يبقى هنا استخدمنا فيرب اللي للتعبير عن موائمة الملابس. رابع استخدام واخر استخدام لفيرب اللي كومان فيرب اوكزيلير دون فيتور بروش، كفعل مساعد في المستقبل القريب، زي ما شفناه المستقبل القريب شرحناه قبل كده، اللي هو عبارة عن الفعل في فيرب اللي في المضارع زائد مصدر الفعل الرئيسي للجملة. زي على سبيل المثال سوسوار جو في روغارديان فيلم، هذا المساء انا سوف اشاهد فيلم. يبقى فيرب في اللي هنا اللي هو في استخدم كفعل مساعد في زمن الفيتور بروش او المستقبل القريب. النقطة اللي معانا بعد كده هي فيرب فير بلس الانفينيتيف، يعني ايه لما نجيب فيرب فير ونجيب وراه اللي هو يعمل ويجي وراه الفعل في المصدر بيبقى معناه ايه؟ هنشوف مع بعض. اللي هو بور اكسبريمي كون دوموندي ا كيلكان دو فير كيلكو شوز، التعبير عن ان احنا بنطلب من شخص معين انه يقوم بعمل حاجه معينه، مش بنعملها احنا بنفسنا لكن بنطلب من حد تاني انه يعملها. على سبيل المثال جو في لابوري لو شون، انا اعطيت اوامر او اعطيت تعليمات بحرس الحقل. في هذه الحاله انا خليت حد تاني او امرت حد تاني انه يعمل
العمل دوت اللي هو حرس الحقل، لما نجيب جو في لا بوري لو شون يعني معناها ان انا قلت لحد تاني انه يحرس الحقل. ميون دي، ولكن بنقول جو لا بور لو شون، انا حرست الحقل. يبقى الفرق بين الجملتين، لما نقول في لا بوري لو شون يعني انا امرت او قلت لحد تاني انه يحرس الحقل، لكن لما اقول جو لا بور لو شون يعني انا قمت بنفسي بعمليه حرث الحقل. ده التعبير بفيرب فير بلس الانفينيتيف، بيعبر لنا عن ان احنا بنأمر حد او بنقول نطلب من حد تاني انه يعمل لنا حاجه معينه. من خلال درسنا النهارده بيقول لنا اون كونسات بيان، نلاحظ جيدا اون اوتيليز لا نيجاسيون نونيني بور نيي بلس دان اوبجي لو انو ان ادجكتيف ان فيرب الانفينيتيف. نحن بنستخدم النفي بنونيني لنفي اكثر من مفعول، سواء كان هذا المفعول اسم او كان صفه او كان فعل في المصدر، وشفنا الحالات الثلاثه مع بعض. تاني نقطة اتكلمنا عنها هي لي بريبوزيسيون دي مويا دو ترانسبور، شفنا ايه هي ترى الحروف الجر اللي بتستخدم مع وسائل المواصلات، زي مثلا اون ترا لكن بنقول او بار لو ترا، بار لو ترا لما يجي يقول لو ترا يبقى بار لو ترا، لكن لما يجي ترا كالقطار بيجي او وسيلة المواصلات بتيجي مجردة او بدون أداة معرفة فبيسبقها حرف الجر اون. وشفنا مثال تاني قلنا بارافيون وبارباتون، هي بتيجي على طول مباشرة بدون حرف، بدون أداة معرفة، بيجي قبلها حرف الجر بار. بعد كده اتكلمنا عن ليموني دي بي عملات الدول، وشفنا بعض الدول وهي العملات المستخدمة فيها. بعد كده اتكلمنا عن ليزيتيليزاسيون دي فيرب الي، ليزيتيليزاسيون دي فيرب الي استخدامات فعل او فيرب الي المختلفة للتعبير عن الحالة الصحية، وللتعبير عن سواء للتعبير عن الحركة، وزي ان بيعبر عن الحركة يبقى يجي وراء اسم مكان، وللتعبير عن مؤمة الملابس، واخيرا كفعل مساعد في زمن الفيتير بروش. النقطة الخامسة والاخيرة اللي اتكلمنا عنها هي فيرب فير بلس الانفينيتيف، وبيجي وراء المصدر للتعبير عن ان احنا بنطلب من شخص ما ان يقوم لنا بعمل معين واحنا بنعملش العمل دوت بنفسنا. سؤال النهاردة هي ريبون نيجاتيفمون اون اتيليزون نو ني ني، يعني اجب بالنفي مستخدما الصيغه اللي هي نو ني ني لنفي اكثر من شيء اكثر من مفعول زي ما قلنا قبل كده. وبنشوف الاسئله اللي معانا. السؤال الاول بيقول تي فا سورتير او ريستي ا لا ميزون، انت هتخرج ولا هتنام في البيت؟ يبقى الاجابه بالنفي جو ني في ني سورتير ني ريستي ا لا ميزون. بننفي هنا الفعل المساعد اللي هو فيرب الي، بنحطه بين النو والني، ويجي بعد كده الكلمات اللي احنا بننفيها. انا بننفي اكتر من فعل، يبقى جو نيفي ني سورتير ني ريستي ا لا ميزون، انا لا هخرج ولا هقعد في البيت. الجمله الثانيه بتقول او السؤال الثاني تي يا ان فرير و ان سور، انت عندك اخ ولا اخت؟ جو ني ني فرير ني سور، انا ما عنديش لا اخ ولا اخت. لاحظ هنا حذف اداه النكره. الجمله الثالثه ايمون فو بروندر دي ريز و دو لا فيوند، انت يا ترى تحب تاخد رز ولا لحمه؟ جو نيم، او انت تحب ايه؟ جو نيم با بروندر ني ريز ني فياند، انا ما احبش اخد لا رز ولا لحمه. لاحظنا برضو هنا حذف ادوات التجزئه اللي هي جي ودولا. الجمله الاخيره بتقول ايتيل فرونسي او ايجيبسيان، هل هو فرنسي ولا مصري؟ الني ني فرونسي ني ايجيبسيان، هو لا فرنسي ولا مصري. لاحظنا هنا برضو النفي بصيغه الني، ني بننفي اكتر من صفر. Et à la fin, merci beaucoup pour votre attention avec Nafam et à bientôt.